وكالة الجامعة للشؤون التعليمية. تتولى وكالة الجامعة السعودية الإلكترونية للشؤون التعليمية تحقيق ورؤية الجامعة في مجال الشؤون التعليمية، ويعتمد نظام الدراسة بالجامعة على تقديم تعليم عصري قائم على استخدام التقنية في عمليات التعليم والتعلم، حيث تتبنى الجامعة النموذج المدمج في التعليم الإلكتروني، ويتطلب هذا النظام الحضور المباشر للمحاضرات، وأيضاً الحضور الافتراضي عبر الفصول الافتراضية والمنتديات التعليمية والمتابعة الدائمة لمحتويات التعليم الرقمي. وتستخدم الجامعة منصة البلاك بورد كنظام لإدارة التعلم، فهو بيئة تعليمية افتراضية تفاعلية بين عضو هيئة التدريس والطالب، تدار فيها العملية التعليمية بيسر وتكامل عبر الإنترنت في أي وقت ومن أي مكان. فمن خلال أدوات عرض المحتوى بنظام إدارة التعلم بلاك بورد، يمكنك الحصول على الكتب الإلكترونية والمقررات الدراسية بصيغ متعددة، مثل ملفات البي دي اف والعروض التقديمية والمقاطع الصوتية والفيديوهات. ويقدم النظام العديد من الخدمات وأدوات الاتصال التي تعطي قوة وفاعلية للتعلم، مثل التفاعل المباشر مع أعضاء هيئة التدريس من خلال الأدوات المتاحة، مثل أداة Blackboard Calibrate Ultra والتي تقدم الفصول الافتراضية من خلالها. وكذلك يتيح لك النظام التفاعل غير المباشر وتعزيز عملية التعلم من خلال بعض الأدوات، مثل لوحة المناقشات والإعلانات والبريد الإلكتروني. ويشجع النظام التعاون والعمل مع زملائك في مجموعات من خلال أداة المجموعات، كما أنه من خلال أدوات التقييم يساعدك النظام على تقديم الواجبات وأداء الاختبارات المختلفة في كل المقررات. كما يمكنك بعد ذلك التعرف على تقديراتك في كل اختبار عن طريق زيارة صفحة التقديرات. ومن خلال موقع الجامعة يمكنك الوصول إلى الخدمات الإلكترونية المختلفة وتعليمات الأنظمة التعليمية والتواصل الفعال مع الإدارة، حيث تتوفر وسائل التواصل بالإدارات في صفحة اتصل بنا. وقبل المراسلة يجب التحقق من اختصاص الإدارة بموضوعك واستخدام بريدك الجامعي دائماً للمراسلات داخل الجامعة. عزيز الطالب، هناك بعض التوصيات المهمة من شأنها مساعدتك أثناء دراستك بالجامعة، فإنه ينبغي عليك الانتظام في الدراسة من اليوم الأول في الجامعة، والالتزام بمكونات العملية التعليمية من المحاضرات الحضورية والمحاضرات الافتراضية والتعلم الذاتي، كما أنه يجب العناية بمقرر اللغة الإنجليزية جنباً إلى جنب مع بقية المقررات لأهميته في العملية التعليمية، والعمل على تحقيق معدل عال في المقررات الأخرى في السنة الأولى المشتركة لاحتساب تقديراتها في المعدل التراكمي.